عودة المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير إلى حلبات السباقات العالمية لهذا الموسم من خلال بطولة تحدي جي تي العالمية المفتوحة في حلبة هنغارو رينغ في سباقين متتاليين يخوضهما الفيصل وزميله الألماني فابيان شيلر على متن سيارة مرسيدس AMG GT3 والتي يشرف عليها فريق جيت سبيد عبر فريق المنار للسباقات. يأمل الفيصل في تحقيق مركز متقدم كما حدث في الجولة الأولى بالبرتغال بعد انتزاعه المركز الأول في السباق الأول والمركز الثاني في السباق الثاني، مما وضعه مع نهاية تلك الجولة في صدارة الترتيب العام للبطولة، ليتراجع بعدها الفيصل وفابيان إلى المركز الرابع لغيابهما عن الجولة التي أقيمت على حلبة السبا فرانكورشان البلجيكية والتي لم تكن ضمن برنامج الفيصل لهذا الموسم. فتركيز الفيصل على باقة متنوعة من السباقات العالمية منها ثلاث جولات حددها الفريق في البطولة الدولية المفتوحة. وستبدأ منافسات جي تي الدولية المفتوحة على حلبة هنغارو رينغ بخوض السائقين حصتي تجارب غدا بمعدل حصة لساعة واحدة، وستقام حصة تجارب تأهيلية مدتها نصف ساعة في اليوم التالي، وذلك لتحديد مراكز انطلاق السائقين على شبكة الانطلاق. يليها سباق مدته 70 دقيقة علما بأن الانطلاقة ستكون متحركة، فيما سيشهد اليوم الثالث إقامة السباق الثاني ولمدة ساعة واحدة فقط.